التحول من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية تحدي المستثمرين الاقتصاديين في مجال المال والأعمال، وخاصة أن أكثر من 80% هو حجم التعاملات مع البنوك العمومية، في حين تقتصر الصيرفة الإسلامية على 10% من السوق المالية في الجزائر. 90 مليار دولار، من بينها 75% متوجهة للاستثمار، حتى نعرف مدى مواكبة البنوك لعملية النمو الاقتصادي. تمثل حوالي 3% من كتلة القروض، 3% يعني حوالي 2.5 مليار دولار أو 300 مليار دينار، كلها تمثل 13% من حجم القروض الممنوحة، 87% تقع على عاتق البنوك العمومية الستة. التوجه الجديد للتمويل الإسلامي أمام الرغبة الملحة للزبائن ورغم الإرادة السياسية يقابله غياب التشريعات والقوانين المؤطرة للعملية، ما زاد من صعوبة الانتقال من الصرف التقليدية نحو الإسلامية. دخول البنوك العمومية ذات شبابيك الواسعة فيها يتطلب ربما تعطيرا قانونيا أو على الأقل تنظيميا، هو ما شرع فيه بنك الجزائر عبر مشروع نظام يؤطر لهذه المعاملات ويوسع من يعني مجال التعريفات القانونية الواردة في قانون النقد والقرض. لأنه نحن كرجال أعمال نعرف ما يدور في السوق وما هو سبب يعني وجود أموال كثيرة خارج البنوك، لأنه هناك معتقدات، ولكل حتى التجارة لها أصول ولكل شيء له معتقدات، واعتقاد الشعب الجزائري أنه كل تعامل مع البنك غير الإسلامي فهو عمل ربوي. ومن أهم العوامل التي تضع الجزائر أمام ضرورة استقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك هو توفير خدمات الصرف الإسلامية، وهو ما نجح في كل من ماليزيا والكويت والسعودية. ما يتأسس مصرف إسلامي أو نافذة إلا بقانون، وضعوا القانون بنفس السنة مع المصرف، ثم بحثوا عن القوانين ما يسمى بالكروس بوردر ترانزاكشن، التعاملات البينية التي تسهل، سووا هذه الأمور هذه، فجاء مستثمرين بيت التمويل الكويتي الراجحي. القطاع المصرفي الإسلامي ينمو باستمرار في المملكة وفي دول الخليج وفي بقية المناطق، ما هي مشكلة، لا يوجد هناك عراقيل جوهرية في التعامل مع المستثمرين الأجانب. ضرورة تنظيم السوق المالية من حالة الفوضى والغموض واسترجاع الثقة بين المواطن والبنوك من خلال بعث آليات يعتمد عليها للحيلولة دون اختلاط الأموال داخل البنك، سواء الموارد أو الاستخدامات، وتأطير خدمات مصرفية على الطريقة الإسلامية.